اهلا بحضراتكم من جديد، وبنتابع فقرات مصر الجميله على الهواء مباشره. الحقيقه من الاغنيه والمشاهد الحقيقه بتاعت نجومنا اللي ادوا هذه الاغنيه بكلماتها الرائعه، كنت متابع قوي الاماكن التاريخيه اللي كانوا بيبقوا موجودين فيها والتنوع الثقافي اللي موجود في مصر. يعني الفكره نفسها ما بين قوسين، خلوني استخدم مصطلح الوعي. الوعي في كل شيء في المرحلة القادمة، انت بتبني بلد جديدة، بتبني مواطن جديد، بتبني حياة جديدة للمصريين، فبالتالي البناء ده او البناء ده محتاج لتمهيد، محتاج لعقول، محتاج لثقافة بشكل معين. الثقافة دي بتقوم على الوعي، ده جزء مهم جدا من حياتنا اللي احنا بنعيشها. احنا لما فتحنا علينا في مصر عرفنا التاريخ، عرفنا الحضارة، ده بيفرق كتير قوي. هل الاجيال الجديدة عندها الإحساس ده أو الوعي ده؟ هل الأجيال الجديدة شايفة أنه في حالة البناء وأنه بلدنا بتتطور للأفضل لازم نكون كمان محافظين على تاريخنا؟ لما يكون ده من داخل القلب المصري واهتمامنا أن احنا يكون عندنا مبادرات مهمة جدا للتوعية بهذا الأمر، أعتقد أنه الموضوع يستحق أن احنا نطرحه على حضراتكم. خلوني ارحب بضيوفي الكرام في مصر الجميله. برحب بالدكتوره شهد زكي البياع، دكتوراه في العماره والفنون المسيحيه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. برحب بالطالبه اسمهان محمد. اهلا بيك يا اسمهان. يعني في البدايه كده انا هتكلم مع حضراتكم على مبادره انتوا قمتوا بيها لتوعيه واهميه الاجيال القادمه باهميه التراث والحضاره والتاريخ المصري. عايز اعرف الاول كده اسباب تاسيس، انا عندي هنا فريق حراس تراث التراث والحضاره، مش كده؟ اتفضلي. أيوة. يا دكتور. فكره ان احنا اسسنا الفريق، كنا عاملين مبادره اسمها مبادره حراس، او فكره شغل الوعي الاثري انا شغاله فيها بقالي مده كبيره جدا، سنين بحكم عملي في وزاره الاثار. فبنتعامل مع المدارس، مع الجامعات، مع بيوت الشباب، بنحاول ان احنا نشتغل على كل فئات المجتمع بحيث ان احنا نعرفهم يعني ايه اثر وازاي نحافظ عليه. في خلال التدريبات اللي انا كنت بعملها لقيت ان الطلبه عندهم وعي جامد جدا وعندهم استعداد لكده، وان في مبادرات كتيره لانشاء مجموعه من الفرق اللي بتروج للسياحه وللتاريخ وللاثار وللتراث. بس انا شفت ان انا مع الشباب دولت لما لقيتهم متفاعلين جدا، انا كباحث بينقصني كتير جدا علشان اوصل للمعلومه بشكل سليم، كهو كطالب محتاج اللي يرشده انه يوصل للمعلومه، هو بيدور بنفسه، مش نقولش لحضرتك ان هو ما بيدورش، بس بينقصه حاجات كتيره جدا. ايه المانع بقى ان انا ناسس فريق وان الفريق ده نكون من خلاله نقدر نقدم معلومه صحيحه باسلوب صحيح؟ فقررنا انا ومجموعه من الشباب ان احنا ناسس فريق حراس التراث والحضاره، بما اننا ان احنا اثريين فاحنا حراس للاثار وللتراث وللحضاره، ان احنا القائمين على ذلك، فبالتالي اخترنا اسم فريق حراس التراث والحضاره. اسسنا الفريق، قسمناه لمجموعه من اللجان، في لجنه علميه، لجنه للسوشيال ميديا، لجنه للتنظيم. كل واحد في العضو في الفريق ليه تخصص، عارف هو بيعمل ايه وبيقوم بيه. اجي لحضرتك للجنه العلميه، اللجنه العلميه قسمناها في كل التخصصات، متاحف، تاريخ، فنون، اثار مصري، اثار يوناني، اثار روماني، اثار مسيحيه، كل تخصص ليه مجموعه متخصصه من الطلبه حسب التخصص او الجزئيه اللي هو بيحب يشتغل عليها او بيذاكر فيها في الكليه. يعني انا كمان بدي الطالب ايه، يعني انت بتديله مهمه او هوم ورك ليه هو يشتغل عليه حاجه ثانيه كمان حسب تخصصه، حسب تخصصه كده انا ساعدته ان هو يذاكر صحيح، يطلع بتقدير كويس، يبقى محب للحد الحاجه اللي هو بيعملها. ايوه بالظبط كده. عامله لجنه علميه بتشرف على الفريق ده. اللجنه العلميه مكونه من مجموعه من الاساتذه والدكاتره، مهمتهم ايه؟ انا كطالب كاسمهان كتبت مقاله، احمد كتب مقاله، محمد كتب مقاله، مش بنزلها على السوشيال ميديا بدون مراجعه استاذ متخصص في الماده دي، بحيث ان لو ليه ملاحظات او المرجع اللي هو يعلمه الاسلوب الصحيح لكتابه المقاله، لان في اسلوب علمي للبحث العلمي لابد ان هو يتبع. ازاي انا اخد المعلومه من الكتاب واصغها انا باسلوبي، ازاي ان انا اوثقها؟ فانا حاليا بادئه معاهم ان انا اخد المعلومه كصوره مقال، معلومه خفيفه لذيذه بسيطه طالعه من مصدر صح، مش من اي كتاب او من على التواصل الاجتماعي باخدها من على الفيسبوك او المواقع وابتدي لا انا انزلها، لا هيبقى في
طفره انا بلاحظها على السوشيال ميديا واهتمام بعض الجروبات بالتاريخ المصري. أيوة. وبيقولوا الحقيقه روايات انا يعني احيانا واحنا بنقرا الروايات دي عايز اقول لحضرتك انه في كتير بيراجعها وفي كتير بياخدها على زي ما هي كده يعني. ففكره انه يكون يعني من اكتر الحاجات اللي بسطتني في كلام حضرتك ان احنا بنتكلم على فرق متخصصه بشكل علمي كمان، وكمان في لجنه رئيسيه بتتابع وبتراجع هذه الاعمال. انا كباحث انا عنيت في ده مع استاذي وهو بيرجع لي على الماجستير والدكتوراه، اكتب كتير عيدي لي ده وهاتي لي من المرجع ده وهاتي لي من المرجع ده. فانا عشان اوصل للمعلومه تعبت ان انا اوصلها، فصعب جدا ان انا اخدها من اي مكان. طب انا مش ضامنه مصدرها، فبالتالي انا بعلم الطالب يدور على المصدر اللي ياخد منه المعلومه الصحيحه اللي يوصلها بشكل صحيح ما فيهاش مغالطات تاريخيه ولا اخطاء. حاجه تانية، انا بربط التاريخ بالتراث بالاثار بالحضاره، فبالتالي محتاجه ان انا اطلع على كتب كتير. والشباب كان ليهم دور رائع، استجابه رائعه. ارجع لي طبعا لانه فكره انه الشباب وتوجيهه بشكل انا بشوفه بالامر السهل جدا، بس لما يحس ان هو بيعمل عمل حقيقي وهو بيفيد العمل ده، فبالتالي ما بتلاقوش مشكله في ان انت توجهه هذا الشباب. اروح لاسمهان، انت طالبه في كليه الاثار، كليه الاداب، الاثار المصريه القديمه. كلميني عن التجربه مع الدكتوره شهد، وانت في اي فريق وفي اي تخصص؟ انا تجربتي مع دكتور شهد من زمان، من ثانويه عامه. طبعا هي مثل الاعلى، انا داخله الكليه بناء على ان انا كنت بشوفها حاجه كبيره قوي قدامي. دخلت الكليه ما لقيتش غير قسم مصري وقسم اسلامي، فمش هعتمد عليهم في دراسه الكليه، انا محتاج ان انا اتوسع بره واعرف الاثر القبطي ده ايه فايدته وايه الرمز ده. فطبعا كنت بشوف دكتور شهد وبرجع لها، فمن خلال دخلت الكليه وبقيت معاها على تواصل، بقيت بطلع معاها التدريبات اللي احنا كنا بنعملها قبل الفريق. كنا بنروح وبنزور وبنعرف، المهم ان احنا نشوف الاثر قدامنا نعرف هو بيتكلم عن ايه. بعد ما بدانا الفريق اتقسمنا مجموعات لجان، انا نائب رئيس الفريق اللي هي دكتور شهد. عملنا حاجات كتير، منها المقالات اللي هي كل لجنه متخصصه في نوع معين من المقالات. تمام. على حسب بقى ازاي تكتبوا المقال. ايوه، معانا اساتذه متخصصين. احنا بنكتب المقال وبيرجع يتراجع، لو في خطا لغوي، لو في خطا معلومه غلط، لو في اي حاجه ترجع تتعدل من خلالنا احنا، مش من خلال المراجع. من توجيه الاساتذه يعني. ايوه. جميل. افادك قد ايه اسمهان؟ افادني بحاجات انا ما كنتش اعرف عنها حاجه في الاثار، انا ما كنتش اعرف غير ده الملك فلان وده الملك فلان. بس لكن ما كنتش اعرف مثلا ده تراث المسجد ايه، تراث الكنيسه ايه. انا مصري بس عارفه في المسيحيه وعارفه في الاسلامي وعارفه في جريك رومان. كل ده من خلال ده الاثر ده وتاريخه ايه وايه الاحداث اللي قامت من خلاله. ده مهم قوي. في حاجه ثانيه كمان، انا دلوقتي معظم الفرق اللي شغاله ان هو ينزل يقول تخطيط الاثر والمنشئ والحقبه التاريخيه. في سمات فنيه وسمات معماريه بتميز كل فتره من الفترات، لابد انا كباحث او كطالب ابقى عارف الحاجات دي عشان لما انا اطور نفسي وحابب ان انا اكمل في الارشاد السياحي. عشان كده في مرشدين سياحيين لحد اللحظه اللي احنا فيها دي دلوقتي بينزلوا يتدربوا عشان يعرف. انا في عندي على سبيل المثال متحف الفن الاسلامي، حقبات تاريخيه مختلفه زي العصر، عصر من العصور. تخطيط المسجد بيختلف هنا عن تخطيط العصر الايوبي، عن تخطيط العثماني. حتى في طراز المآذن هلاقي كل عصر ليه سمه معينه، حتى في طريقه تصميم الشبابيك وانا ماشي في الشارع هلاقي تصميم الشباك هنا بيختلف عن هنا. لو جينا للحضاره المصريه القديمه هنلاقي تصميم المعابد بيختلف عن تصميم المعبد في العصر اليوناني الروماني، في صحيح. الفتره البيزنطيه، في الحقبه القبطيه. وانا عندي مجموعه من المبادرات، يعني مبادرة بيتنا عامر، وانتوا عاملين مبادرة طبعا فريق حراس التراث والحضارة. الحقيقة مبادرات كلها اكتر من رائعة، لكن خليني اروح للهدف الاساسي من هذه المبادرة. بيتنا عامر بكل الثقافات وبكل الحقيقة الاشكال والوان الفنون اللي احنا عايشين فيها، مش كده؟ اكيد طبعا. يعني بيتنا عامر مصر، لو عملنا في كل مركز متحف هيبقى مليان وهيبقى عندنا يفيد.
احنا حضارة 7000 سنة مش بنقولها كشعارات، لا دي حقيقة. انا لحد اللحظة اللي احنا فيها في اكتشافات، ولحد اخر مدى هيكون في اكتشافات. فبالتالي بيتنا عامر، بيتنا مليان، مش مصري بس ولا على كل التخصصات. بيتنا عامر مش اثار ثابته اللي هي الاثار الماديه او التراث المادي، انا عندي كمان تراث لا مادي، العادات والمعتقدات والتقاليد، طريقه الملابس، كل حاجه، حتى اللغه. يعني انا من ضمن محاور المبادره بيتنا عامر هويتنا، ازاي نعبر عن هويتنا، ان انا مميز عن اي حد تاني ازاي، عن طريق لبسي، عن طريق اللغه يوميا. لحد دلوقتي ده بيتعبر عن هويتي، مش معنى ان انا بقيت بلد عربي او بدخول الاسلام لارض مصر انا تخليت عن لغتي او عن معتقداتي او كده. وده بياخدنا للتأكيد على الهويه والثقافه المصريه، انه بيخش لنا ثقافات مختلفه ودخيله علينا، لكن احنا ما زلنا ثابتين ومحافظين على ده، وده بيخلينا ناخد بال التنوع الثقافي الكبير، لكن اعتزازنا بهويتنا ده الاساسي. يعني مثال على كده، حضرتك لما نيجي شهر رمضان هتلاقيه مميز في العالم، مصر مميزه في الاحتفال بيه عن العالم كله، واحتفالات شهر رمضان منذ قديم الازل، لان منذ قديم الازل كان في صيام على الامم اللي من قبلنا، وكانوا بيقابلوا الشهر الكريم ده او فترات الصيام باحتفالات واعياد والفوانيس والحاجات دي كلها. يعني احنا مش وليد اللحظه او وليد حد جاء من بره عندي هنا مصر، لا ده احنا صدرناها للعالم. زي حضرتنا ما بيجي كل اسس المبادئ العلميه والنظريات العلميه، النظريات العلميه كلها الحديثه وغير الحديثه اساسها عندنا هنا موجود في مصر. اسمعين انك انت محتاجه، احنا مش عارفينه عنها، كانت ايه؟ كان توت عنخ آمون الملك الذهبي. طبعا ده كميه المعلومات عنه لا تحصى ولا يبين، باعتبار ان هي اول مقبره كامله احنا نقدر نوصل لها، وما كانش ذكاء من الملك خالص، هو كان مجرد ان هو توفى في ظروف غامضه وتوفى بسرعه من غير مقبرته ما تكتمل، فاندفن في مقبرة تحت الأرض. هدفه منها ان هو يحطها هنا كسرة عشان خاطر هو يلبي له رغباته في الاتجاه ده. احنا عرفنا منها أسرار كتير، أسرار وصلتنا لمقابر تانية، لأسرار في مقابر تانية. حاجة جميلة جدا، عرفتنا قيمة الألوان كانت عندهم عاملة ازاي، الدقة في الصنع عاملة ازاي. ان احنا في جميع التماثيل حضرتك تقف قدام اي تمثال هتقول ايه القيمه الفنيه اللي انا ما اقدرش اعملها ولا بالاف الالاف. مفيش اله موجوده دلوقتي تقدر تصنع تمثال زي اللي احنا موجودين. المواد اللي كانوا بيستخدموها كمان كانت يعني احنا لو السراب ازاي هو قدر يدخل التابوت تحت الارض وفي المكان ده اللي هي مقبره العجل ابيس اللي موجوده عندنا في سقاره، قمه الابداع. ازاي نحت ده؟ ايه المواد الخام اللي خلتنا نوصل لكده؟ دلوقتي تروح لبتاع الرقام مليون حاجة، الشنيور والصاروخ عشان ينعم، وعشان ازاي ده في التوقيت اللي ما كانش فيه الامكانيات والتكنولوجيا اللي هي موجودة عندنا دلوقتي، وما انا ما اعرفش اعمله دلوقتي بالابداع او بالاتقان. يعني او بالاتقان ده لما بنزور المتاحف والمعابد الاثرية بنلاقي كمان انه في فن ال 3D اللي موجود. أيوة. النهارده هو موجود على الحيطان، موجود على الحيطان من آلاف السنين. يعني ده كان ازاي وازاي الابداع بهذا الشكل يعني. تمام، فعشان كده احنا اطلقنا مبادره حراس واسسنا فريق حراس. طيب الفريق قد ايه يا دكتور؟ الفريق دلوقتي انا العدد معايا في حدود 60. وكان من الحاجه الجميله ان احنا عملنا لجنه، عندنا لجنه اسمها المؤرخ الصغير. والمؤرخ الصغير دي ضمينا اطفال معانا للفريق سن 11 سنه، سن ثانوي، وبيكتبوا مقالات من خلال الكتب المدرسيه، وبنتيح ليهم كتب ثانيه ان هم يكتبوا منها، وبيساعدنا في ده اولياء امورهم. عندكم صفحه على السوشيال ميديا؟ عندنا صفحه على السوشيال ميديا ومتابعين، دينا متابعين. بس اللي اثر معانا قوي وجود ان معانا وجود اطفال، ودي كانت حاجه جديده من نوعها، وان انا الاقي الطفل مهتم وعنده استعداد وبيكتب. ان هو يكتب حابب ده وبيكتب ويشتغل على ده وينزل الزياره الميدانيه كمان، فده شيء في حد ذاته يعني. عشان هنا المعلومه لا يمكن تروح منه. طبعا لان هو درسها في مكان الاثر نفسه. مظبوط. أيوة. تفرق كتير، تفرق كتير معاه ان هو بيشوف بعينه. انا كشخص كبير لما اقرا حاجه تختلف تماما على ان انا لما انزل اشوفها،
وعملنا كمان يعني احنا عندنا الاقصر بلد الحضاره، بلد التاريخ القديم اللي هي ابهرت العالم كله. عملنا لينا فرع هناك كمان، بيمسكوا مجموعه من الشباب، والجميل في ده ان هم مش متخصصين اثار، بعيدا عن الاثار خالص. استاذ اسامه محمد، يعني انت بتقسمي مجموعه الاثار وكل مجموعه تشتغل على الاثر، تشتغل على الاثر تجيب معلومته. انا صعب عليا ان انا انزل الاقصر، فبالتالي محتاجه حد يدعمني من هناك بالمعلومات. لو انا هعمل زياره ميدانيه ينسق لي زيارتي هناك ويكون على تواصل مستمر معايا. يعني لو عايزين نخش نزور الصفحه بتاعتكم، نخش نكتب ايه؟ حراس التراث والحضاره على موقع على الفيسبوك، وعلى على تويتر وعلى انستجرام، حراس التراث والحضاره. حراس التراث والحضاره، اعتقد ان هي هتبقى زياره مهمه جدا لحضراتكم عشان نشوف بايد ابنائنا وطلابنا ازاي هم قدروا يوصلوا لنا المعلومه، والمعلومه تاكدوا ان هي هتكون صحيحه. شكرا جزيلا دكتوره، نورتيني. شكرا جزيلا لوجودك، وبشكر كمان اسمهان، شكرا جزيلا لوجودك. واعتقد انه مجهود مبدع الحقيقه انه يكون عندنا الثقافة والفنون، وكمان الأثر بينزل بالصور بتاعته، يعني بتاريخه بكل حاجة عنه، تقدر تفرجه وتشوفه وناخد المعلومة ونحتفظ. كلمة حلوة كتير.